لعدم ثبوت الهلال ليلة السبت في عموم العراق، مكتب الإمام السيستاني يعلن الأحد غرة محرم الحرام وبداية موسم الأحزان. رايات والسواد تعتلي القباب الذهبية في العتبات المقدسة، وكربلاء تشهد مراسيم مهيبة بتجمعات حاشدة. في إشارة للأحداث الجارية، الشيخ الكربلائي يدعو إلى الابتعاد عن التناحر والتفرقة، وسيد الصافي أمة الحسين عزيزة لا تذل. من عام لعام يتجدد الذكر والعزاء، هو محرم الحرام، والحزن على آل خير الأنام. بجهش البكاء اعتلت رايات السواد القباب الذهبية منازل خير البرية، وأعلن الموسم العاشورائي ببيارغ الولاء وشعارات البقاء. أذن بالناس دين محمدي الوجود وحسيني الخلود. أقبل شهر الأحزان واستعدت الأجفان لتذرف الدمع على فقد الإمام الهمام، سبط النبي المصطفى وابن البتول والمرتضى في كربلاء. في كربلاء أيضا مصرع العترة، سيتضح المشهد جليا عند صحراء نينوى، تتقطع الأشلاء ويذبح الحسين من القفا، وعند ضفة الفرات تمزق القربة العطشة، ويغتاظ الماء ويرتفع من الضفة إلى الشفاه. عند الشريعة تقطع الكفان وينحني الظهر النبوي. في الطف زينب قائدة علوية مطهرة، خطيبة مفوهة للحق وبالصدق ناطقة، وللأيتام كافلة، وأكبر وجهه كنور النبي الأكرم قطعته سيوف الشرذمة، وقاسم خضبت كفاه رملة، ورضيع قطعت أوداجه النبلة، وحبيب بن مظاهر لحسين ناصر، وجون وعابس وبرير، وبقية صالحة، وطفلة طلبت الماء ما وجدته، بحثت عن خنصر أبيها، وسبط قبلت نحره السيوف وتوضأت بدمه حوافر الخيل. هنا الحسين، هنا كربلاء عين اليقين. أهلا بكم. أكد مكتب المرجع الديني الأعلى الإمام علي السيستاني دام ظله أن يوم غد الأحد هو أول أيام شهر محرم الحرام، وذكر بيان للمكتب أنه لم تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة في الليلة الماضية في منطقتنا بالرغم من سعة الفحص والتحري، لذلك فإن يوم غد الأحد هو أول أيام شهر محرم الحرام لعام 1444 للهجرة النبوية الشريفة. شهدت العتبتان الحسينية والعباسية المقدستان مراسيم استبدال راية القبتين الشريفتين من اللون الأحمر إلى الأسود إذانا بقدوم شهر محرم الحرام. وأقيمت مراسيم الاستبدال في الصحن الحسيني الشريف بحضور ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي وشخصيات دينية وجمع غفير من المؤمنين والمعازين إذانا بقدوم
شهر محرم الحرام، شهر الحزن والعزاء لآل بيت المصطفى، باستشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته في يوم عاشوراء العاشر من محرم الحرام، حيث شهدت مدينة كربلاء المقدسة أجواء من الحزن والألم استذكارا لواقعة الطف الأليمة وإقامة العزاء الحسيني داخل الصحن الشريف. يا شهر عاشور بيت الشمس بار، يا شهر هذا النص هذا النص رحم الله عليك بارك الله فيك، يا شهر عاشور بيت الشمس بار، أبيك ضوض وبلاد في فوق التراب. دعا المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة وممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي للابتعاد عن التناحر والتفرقة والحفاظ على المال العام. وقال الشيخ الكربلائي خلال مراسيم تبديل الرايات أن الإمام الحسين عليه السلام يريد من الجميع أن يتحملوا المسؤولية في المحافظة على الثورة الحسينية والإصلاح، وأضاف أن الإمام الحسين عليه السلام يريد من المؤمنين الابتعاد عن التفرقة والتحارب من أجل المصالح الدنيوية. وأكد الشيخ الكربلائي على ضرورة الحفاظ على الوحدة والعيش بسلام ووئام، كما دعا أيضا إلى مواجهة الغزو الثقافي. تطل علينا من جديد والقلوب المفجوعة والنفوس المحزونة تستعد لإحيائها بما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار. أيها الشباب، أيها الشيوخ المفجوعون بالحسين عليه السلام، أيتها الشابات والنساء المفجوعات بالحسين عليه السلام، ماذا يريد منا الحسين عليه السلام غير البكاء والنحيب واللطم؟ ماذا تريد منا كربلاء الحسين غير ذلك؟ يريد الحسين منا جميعا أن نتحمل المسؤولية في الحفاظ على هذه الثورة الحسينية المباركة، وأن نعمل ليلا ونهارا لإصلاح أنفسنا وأهالينا وأسرنا وأمتنا، أن نكون صادقين في دموعنا ورثائنا ومصابنا. نريد منا أن نحافظ على صلواتنا وعباداتنا، وأن نحفظ حقوق الآخرين، ونرعى حرمة الأموال العامة والخاصة، ونصون أعراضنا. وخلال كلمته في مراسم تبديل راية قبة مرقد الإمام الحسين عليه السلام في العتبة الحسينية المقدسة، دعا رئيس ديوان الوقف الشيعي حيدر الشمري إلى حماية العتبات المقدسة والالتزام بتوصية المرجعية الدينية وأداء الشعائر الحسينية والحفاظ على وحدة الشعب العراقي، بأن نكون يدا وقلبا واحدا في الدفاع عن المقدسات والتمسك بتعاليم الشريعة المقدسة وتوصيات المرجعية الدينية العليا، والتعاون في خدمة المجتمع وبنائه وحفظ العراق ووحدته وصيانة حقوق جميع أبناء شعبه، لنكون زيناً لأئمتنا في إحياء أمرهم صلوات الله عليهم. من جانبه أكد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي أن فتوى شيبة النجف المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني أدحضت رهانا يستمر لثلاثين سنة لمخطط عصابة داعش الإرهابية. وقال السيد الصافي في كلمته خلال مراسيم استبدال راية قبة حرم أبي الفضل العباس عليه السلام إن العزاء على الإمام الحسين يتجدد، وأن الأمة التي عندها الحسين هي أمة عزيزة لا تذل ولا تضعف.
أن الأمة التي عندها الحسين عليه السلام هي أمة عزيزة، هي أمة لا تذل، هي أمة لا تضعف. ما دام الحسين عليه السلام عندنا فلا خوف علينا ولا نحزن. أيها الأعزة، نحن في كل عام نرى أن قراءتنا لحادثة الطف للسيد الشهداء عليه السلام تتجدد، ونستفيد منها بركات تلو البركات. ولازلنا في كل عام تشرئب أعيننا وتهفو قلوبنا لذلك الشخص الذي أعده الله وادخره الله تعالى لطلب الثأر لجده أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يكحل أبصارنا وأبصاركم بتلك الطلعة البهية التي سيكون من أهدافها النصرة لجده الإمام الحسين عليه السلام. شهدت مدينة كربلاء المقدسة المراسيم السنوية لتبديل راية قبتي مرقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام من الحمراء إلى السوداء، إذانا ببدء شهر محرم الحرام أول أشهر السنة الهجرية، في إجراء يعكس الكثير من الدلالات الرمزية والعقائدية إحياء لذكرى فاجعة الطف الخالدة. محمد التميمي لديه التفاصيل. في كل عام وفي مثل هذا اليوم تقام مراسيم تبديل راية الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام من اللون الأحمر إلى اللون الأسود، وهي العلامة الرئيسية لدخول شهر محرم الحرام وذكرى فاجعة كربلاء الأليمة، وإذانا ببدء عاشوراء واستذكارا لقضية أبي عبد الله الحسين التي غلفها الحزن على ما جرى لآل بيت المصطفى في واقعة الطف العظيمة. هذا اليوم وهذه الساعة وهذه اللحظة وإحنا في جوار وفي ضريح الإمام الحسين الشهيد الغريب المظلوم، هذه تبديل الراية، هذه الساعة اليوم تدل على بدء شهر محرم الحرام، شهر الحزن، شهر المصاب، شهر مصاب الزهراء، شهر مصاب الملائكة، شهر مصاب شيعة أمير المؤمنين، مصاب أبو الفضل العباس، مصاب زينب، هو مصاب محمد وآل محمد. حقيقة نحن مفجوعون في هذا اليوم. هكذا نرى الإمام الحسين، أن الحزن يتجدد على الإمام الحسين في كل محرم. الإمام الحسين حقيقة دمعة لا تنتهي، لأبكين عليك بدل الدموع دمع. وبجمع غفير من الناس الموالين لأهل البيت عليهم السلام وبحضور شخصيات ورموز دينية تتوسط الحشود المؤمنة في العتبات المقدسة، تجرى أعمال استبدال الرايات الحمراء بأخرى سوداء فوق القباب الطاهرة في إجراء يعكس الكثير من الدلالات الرمزية والعقائدية. أن الراية الحمراء لما كانت هنا إنسان قد قتل مظلوما ولا بد أن يؤخذ بثأره، ونحن أملنا بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إن شاء الله يأتي ويأخذ ثأر الإمام الحسين وثأر آل بيت رسول الله. فتغيير هذه الراية نريد أن نقول هنا دم موتور لا بد أن يؤخذ حقه، وتبديلها إلى الراية السوداء على أنه بدأت أحزان آل بيت رسول الله، بدأ حزن أهل البيت، رسول الله اليوم في حزن. طحت من شفت المخيم وجع ليك أقوم شلون يا زينب، أنا وجع ليك وأنا حافر فرس مكسور بي. تلتهب السماوات في عالم الغيب حزنا على الحسين، فتنبعث منها حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ أبدا. وهذا جواب للسائل،
لماذا تنعاد الذكرى في كل عام أكثر حرارة وأوسع دائرة وأقوى شرارة؟ من كربلاء المقدسة محمد التميمي، الفرات. للمزيد مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم معنا مراسلنا من كربلاء المقدسة الزميل محمد التميمي. محمد، مرحبا بك. ما هي الأجواء لاستقبال شهر محرم الحرام وأيضا إحياء الشعائر الحسينية والطقوس الدينية في كربلاء المقدسة؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. طبعا بالتأكيد في الليلة الماضية شهدت كربلاء المقدسة تجمعا كبيرا من قبل الموالين لآل البيت عليهم السلام، ويوم أمس كان هنالك يعني شعيرة مهمة وهي تبديل رايات الإمام الحسين وأخي أبي الفضل العباس عليهم السلام من الرايات الحمراء إلى الرايات السوداء، وهي الدلالة على دخول شهر محرم الحرام وأيضا إذانا بدخول أيام عاشوراء. بالتأكيد يوم أمس كان تجمعا مهيبا نفتخر به اليوم نحن كموالين لآل بيت محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. شهدنا تجمعا كبيرا من قبل الموالين، جاءوا من كل حدب وصوب إلى جنة الله على الأرض إلى كربلاء المقدسة، حيث غصت العتبات المقدسة وما بينهما منطقة ما بين الحرمين بالجموع الموالين لآل بيت النبوة عليهم السلام. بالتأكيد كانت هنالك أجواء إيمانية، أجواء روحانية لا توصف بالكلمات، كونها تقشعر لها الأبدان. شاهدنا الشباب وشاهدنا الرجال الكبار في السن، شاهدنا النساء، شاهدنا الأطفال، كلهم تجمعوا تحت قبة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام لأداء هذه الشعيرة المهمة، وهي تبديل رايات الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام. وأيضا إذا تحدثنا على الصعيد الأمني والخدمي واستعدادات المحافظة والعتبات المقدسة، فنبدأ بالعتبات المقدسة، كون العتبات المقدسة يعني سخرت كل إمكاناتها وكل كوادرها الهندسية والفنية في تسيير مهمة هذه الزيارة المهمة. بالتأكيد هنالك الكثير من الاستعدادات من قبل العتبة سواء كانت أمنية أو خدمية، فأيضا هنالك استعدادات صحية من قبل العتبة الحسينية والعباسية. الاستعدادات الصحية حيث العتبات المقدسة نشرت على كل أبوابها للدخول إلى العتبة المقدسة البوابات الإلكترونية التي تكشف المصابين بمرض كورونا. أيضا هنالك استعدادات من قبل العتبات المقدسة بالتعفير وتعقيم العتبات وأيضا الزائرين، هنالك فرق جوالة من قبل العتبات المقدسة وأيضا فرق جوالة صحية من قبل دائرة صحة كربلاء المقدسة، وأيضا هنالك خدمات أمنية خدمات يعني على مستوى البلدية وغيرها من الدوائر الخدمية في المحافظة. وأيضا إذا تحدثنا على الصعيد الأمني فهنالك انتشار واسع للقوات الأمنية في الشوارع الرئيسة في كربلاء المقدسة وأيضا الأزقة داخل المدينة القديمة، هنالك عمليات استباقية من قبل قيادة عمليات كربلاء المقدسة وأيضا من قبل قيادة شرطة كربلاء على محاور محافظة كربلاء من محور النجف ومحور بغداد وبابل وأيضا الأنبار. هنالك عمليات تفتيش حصلت في صحراء كربلاء المقدسة من جانب الأنبار قبل أيام عديدة من شهر محرم الحرام، وذلك يعني تأهبا لأي طارئ ممكن أن يحدث في هذه الزيارة وتأمين هذه الزيارة. نشاهد أن هذه الزيارة وفي ليلة تبديل الرايات شاهدنا هنالك انسيابية تامة في تنقل الزائرين وأيضا في دخول الزائرين إلى كربلاء المقدسة، لا توجد هنالك أي قطوعات في المحافظة، وإن شاء الله ستستمر هذه الأجواء الإيمانية والروحانية وهذه الأجواء الهادئة على الزائرين الكرام خلال هذه الأيام المباركة. طبعا زميلنا محمد التميمي من كربلاء المقدسة حدثتنا مباشرة بصوت وصورة، نشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا. شكرا محمد. شبرتي حسيني هويتي جابي حط وصيتي حسين المعقول جفي حلاه جبتو ناخذ ثاري ولا ركبت العاري كتبتو في يساري هيهات من الذله اللي يتحدى شنه اللي عنده نصيحه لا لا يتحدى بالسيف انا رده قلب رب العله شيعي وانا الصداره مفتوح قلبه وداره للطيب انا بشاره ما ادور انا زله حسين مولاي يا حسين
شهدت العتبات المقدسة في العراق والبلدان الإسلامية رفع رايات الأحزان إذانا ببدء شهر محرم الحرام وإعلان الحزن والحداد، حيث أقامت العتبة العلوية المقدسة مراسيم رفع راية عاشوراء في الصحن العلوي المطهر وسط أجواء من الحزن والألم وبمشاركة جموع الزائرين الوافدين إلى مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فيما شهدت العتبة الكاظمية المقدسة نشر معالم الحزن ضمن الاستعدادات لإحياء مراسم العزاء بشهر محرم الحرام لترفع مكانها راية الحزن والحداد العاشورائي السوداء. هذا وشهدت العتبة العسكرية المقدسة في سامراء رفع العلم الأسود فوق قبة الضريح ونشر معالم الحزن والسواد في أرجاء المرقد المطهر، فيما اتشح ضريح الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بمدينة مشهد المقدسة بالسواد بمناسبة حلول شهر الأحزان محرم الحرام استعدادا لاستضافة المعزين في ذكرى شهادة الإمام أبي عبد الله الحسين عليهما السلام في عاشوراء. إلى النجف الأشرف، حيث أقامت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة مراسيم استبدال الراية الخضراء بالراية السوداء بحضور جمع غفير من الزائرين والمعزين إذانا ببدء شهر محرم الحرام حزنا على مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار في واقعة الطف الأليمة. تفاصيل مع السجاد الخاقاني. بعيون دامعة وصدور متوسمة وحناجر صدحت بحب الحسين، بهذا المشهد رفعت راية الأحزان في الروضة الحيدرية الشريفة إذانا بحلول موسم الأحزان شهر محرم الحرام وبدء مراسم العزاء ومظاهر الحزن في باحة الصحن العلوي والأروقة المحيطة به. دأبت العتبة العلوية المقدسة على تقديم الخدمة لزائري أمير المؤمنين سلام الله عليه، وخصوصا في أيام عاشوراء ابتداء من أول محرم إلى زيارة وفاة النبي صلى الله عليه وآله في آخر صفر، من تقديم الخدمات اللوجستية والصحية والطبية وتقديم أماكن الراحة للزائرين زوار أبي عبد الله الحسين وزوار أمير المؤمنين سلام الله عليه في خلال أيام محرم الحرام إلى زيارة الأربعين إلى زيارة وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. مدينة النجف تتوشح بالسواد استعدادا بقدوم شهر الأحزان شهر الشهادة والإباء والتضحية والنصر على الطغاة من خلال نصب وإقامة المواكب والهيئات الحسينية بنشر السواد حزنا على مصيبة أهل البيت عليهم السلام. تستعد مواكب النجف وأهل النجف لأحياء هذه الذكرى الأليمة وهي مصيبة عاشوراء، مصيبة الإمام الحسين، وكأنما المواكب تحيي هذه الشعيرة كل يوم بإحساس، كل سنة بإحساس، وهذا الحزن وهذا البكاء وهذا الألم على سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين يتجدد يوم ثم يوم. 1383 سنة مرت على ملحمة كربلاء ولا زالت تتجدد كأنها حادثة الأمس، فهي حرارة ملتهبة في قلوب شيعة أهل البيت عليهم السلام، فالقضية الحسينية عبق الماضي وأسطورة الحاضر لما جسدته من المبادئ والأسس القرآنية التي انطلقت منها. توشحنا بالسواد فوق البيوت، أعلام سود، تعرفون يعني بعد أنه هذا شهر انتصار الدمع السيف، هذا شهر المظلومية، هذا شهر الفقراء. احنا بشهر رمضان شهر الله، وهذا شهر بعد يعني هو شهر الحسين، شهر العزاء، احنا نقول حي على العزاء، حي على العزاء، حي على العزاء. عاشوراء ملحمة الوعي الحسيني التي تتجلى منها القيم الإنسانية والمثل السامية، لأنها قصة لم تكتمل فصولها بعد، إذ كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. من النجف الأشرف، السجاد الخاقاني، الفرات. أكد السيد الحكيم أن محاولات زرع الفتن والتناحر بين مكونات الشعب هي مساع خبيثة لا تريد بالعراق وشعبه إلا شرا،
مراهنا على وعي العراقيين وحرصهم على التماسك والوحدة، كما دعا القوى إلى تجاوز الخلافات والشروع بحوار جاد وفتح صفحة جديدة. لقد شهدنا خلال الأسابيع الماضية محاولات عديدة لزرع الفتنة والتناحر بين مكونات الشعب من جهة، وفي داخل المكون الاجتماعي الأكبر من جهة أخرى، وهي مساع خبيثة لا تريد بالعراق وشعبه إلا شرا، ولن تتوقف حتى توقع بين الإخوة وأبناء البيت الواحد. كلا كلا للفتنة، إننا نراهن على وعي العراقيين وحرصهم على التماسك والوحدة، ونحيي النفوس الوطنية الأبية والمسؤولة التي تخمد نيران الفتنة وتنظر إلى مصالح البلاد العليا، وإن كانت متضررة ومجروحة من موقف هنا أو إجحاف هناك، فذلك لا يصدر إلا عن الشجعان والغيارة والوطنيين. من هنا أدعو جميع القوى الوطنية والخيرة إلى تجاوز الحساسيات والتقاطعات السابقة وفتح حوار جاد ومسؤول بروحية تليق بالعراق ومكانته، وفتح صفحة جديدة أساسها الثقة المتبادلة والعمل الوطني المشترك كلا من موقعه، والتشارك الفعال في صنع القرارات الاستراتيجية العليا. ولن نقف مكتوف الأيدي أمام محاولات البغضاء وأصوات الفتن وزج شبابنا في الصراعات والفوضى، فالوحدة العراقية خط أحمر ولن نتهاون في ذلك. نعم نعم للوحدة. فالوحدة العراقية خط أحمر ولن نتهاون في ذلك مطلقا. لن نسمح لأصابع الحرب الناعمة أن تنال من شعبنا أو تؤجج الخلافات والتحديات والظروف الحساسة التي نمر بها في تحقيق مآربها الخبيثة. كلا للفرقة، كلا كلا للفرقة، كلا كلا للفرقة، كلا كلا للفرقة. وإني أدعو جميع مؤسسات تيار الحكم الوطني ولا سيما جماهير التنظيمات أن تبقى يقظة ومستعدة لمواجهة تلك الحملات المضللة الخبيثة، وأن تعمل على لم الشمل العراقي، وأن تحارب الإشاعات والتخوين بين الإخوة وأبناء البيت الواحد بكل ما أوتيت من منطق وحجة وبصيرة وإيمان. قُبل التجمع الجماهيري الحسيني لأبناء تيار الحكم الوطني بأصداء إيجابية كبيرة من الشارع العراقي لإحياء مجالس العزاء والشعائر الحسينية بشكل عام. كون الشعائر ساهمت بتحقيق الأهداف الحسينية الخالدة وبقاء الإسلام المحمدي وحفظه. التفاصيل مع حسين ياسين. أصداء إيجابية كبيرة قوبل بها التجمع الجماهيري الحسيني الذي أقيم في ساحة الخلان وسط بغداد، والذي تمت تغطيته عبر طيف واسع من وسائل الإعلام المحلية والدولية لأهمية الرسائل التي ركز عليها
بدءا من ضرورة إحياء الشعائر الحسينية الخالدة واستذكار مفاهيمها ودروسها وعبرها وارتباطها الوثيق بالرسالة المحمدية وأهميتها في إحقاق الحق على الباطل، إضافة إلى الرسائل الأخرى التي أحاطت إحاطة شاملة للوضع المحلي العراقي الذي يشهد أزمة سياسية معقدة منذ 9 أشهر مضت، حيث أجمع من راقب مسار وجدول أعمال هذه الفعالية الجماهيرية الانضباط الواسع للجماهير المشاركة فيها والتي تنوعت أطيافها لتشمل مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن الخطاب المعتدل والهادف الذي ألقاه سماحة السيد الحكيم ودعوته إلى إنقاذ العراق من الفتن وإنقاذ النظام السياسي العراقي من الانهيار عن طريق الحوار الوطني الشامل الذي يمهد إلى تشكيل حكومة خدمية قوية تلبي تطلعات العراقيين وتضمن تحقيق التوازن وتحافظ على سيادة البلد من التدخلات والاعتداءات الخارجية. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.